ليلى معكم أنا محمد زينوبة ونناقش فيها ردود الفعل حول تصريحات رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب أسامة حماد، حيث هدد حماد بإيقاف تدفق النفط في ليبيا معللا ذلك بمحاولة حماية أموال الدولة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نولاند حتى الأطراف السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط، مشيرا إلى أن إغلاقه سيكون مدمرا للاقتصاد الليبي وضارا بالجميع. تصريحات وصفها حماد بالتدخل السافر مطالبا باحترام سيادة الدولة والقضاء الليبي. فما الخطوة القادمة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب؟ وهل يمكن اعتبار تصريحات السفير الأمريكي رسالة تحذير؟ ناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية مفصلة، تتابعون عناوينها مع الزميلة مروى العلش. شكرا لك محمد. وفي عناوين هذه الليلة، واشنطن تحث الجهات السياسية في البلاد على وقف التهديد بإغلاق النفط، ولجنة الطاقة بالبرلمان تصف التصريحات بالتدخل. بعد توقف الحقل الشرقي بجهاز النهر نتيجة انقطاع التيار، شركة الكهرباء تعلن إصلاح الخلل وتؤكد عدم تأثر إمدادات المياه. وهيئة الحج تعلن ارتفاع حصيلة وفيات الحجيج إلى 9، وتقول أن أولى رحلات العودة ستكون في 8 يوليو الجاري. يشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميل نبيل. شكرا مروى. تتابعنا معنا في نقطة نقاش لهذه الليلة، تأكيد المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين فقدان 40 مهاجرا على الأقل في البحر المتوسط بعد تحطم قاربهم، مشيرا إلى اعتراض أكثر من 400 شخص وإعادتهم إلى ليبيا في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي. وفي سياق متصل، قالت وكالة فرانس بريس إن ناجين من حادثة غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية الذي أبحر قبل أسبوعين من طبروق، اتهموا حرس السواحل اليوناني بعدم إنقاذهم. فما هي أسباب زيادة تدفقات المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا؟ وما جدوى اعتراض المهاجرين في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، سنتعرف عليها مع الزميلين مازن جوبة وحمزة قديش. إليكم في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة. مركز تنمية صادرات يشارك في معرض كوريا للواردات ويبحث توقيع مذكرة تفاهم مشترك لتسويق المنتجات الليبية. وتتابعون معنا في الجولة الرياضية، النصر يستعيد توازنه في السداسي، والأهلي طرابلس يعبر محطة الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة مرحلة التتويج. كانت هذه إذن أبرز عناوين الليلة، أما أنا فألقاكم على رأس الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم. حثت الولايات المتحدة الأمريكية الجهات السياسية في البلاد على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط، قائلة إن ذلك سيكون مدمرا للاقتصاد ومضرا بجميع الليبيين. ودعت الولايات المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى ليبيا سفير ريتشارد نورلاند الجمعة، دعت القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة الإيرادات النفطية كآلية بناءة لمعالجة المظالم المتعلقة بتوسيع عائدات النفط وترسيخ مبدأ الشفافية. نبهت واشنطن عن المساس بالمصلحة الاقتصادية الليبية أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط وفق البيان. هذا وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا سفير ريتشارد نورلاند إن هجوم حفتر على طرابلس عام 2019 واستعانته بمرتزقة فاغنر عطل التوصل لاتفاق سياسي لعامين على الأقل. وأضاف نورلاند في كلمة له بمنتدى سياسي في واشنطن الجمعة إن الحل الوحيد لتوحيد المؤسسة السياسية في البلاد هو الانتخابات، موضحا أن السياسيين الليبيين من الصعب إقناعهم بالموافقة على الانتخابات نتيجة ما سماه المستوى الهائل من عدم الثقة. هذا وقال المبعوث الأمريكي أن واشنطن تركز على كيفية مساعدة الليبيين في التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط حسب قوله.
في السياق ذاته استنكر عضو مجلس النواب عيسى العريبي بصفته رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس استنكر تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند واصفا إياها بتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية. وقال العريبي في بيان له إن ما يهم نورلاند هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس أو فساد الحكومة. وأضاف عضو مجلس النواب أن إغلاق النفط شأن ليبي ويرفض التدخل في هذا الشأن على حد تعبيره، مشددا على ضرورة التوزيع العادل للثروة بين كل الليبيين. من جهته قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند تدخل سافر في شؤون ليبيا ومبنية على دعم طرف واحد. وأضاف حماد في بيان مقتضب أن تلويحهم بإيقاف النفط القصد منه الحفاظ على أموال الدولة داعيا نورلاند إلى عدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي. ذا وطالب حماد مجلسي النواب والدولة بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها. في سياق منفصل قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من النواب سالم الزادمة إنهم مستعدون لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة وفق شروط محددة فور الاتفاق عليها من النواب والدولة أو من خلال عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة. وأضاف زادمة في تصريحات للشرق الأوسط أن مخرجات لجنة 6+6 لم تنل قبولا من القوى السياسية الليبية، وهو ما يدعو إلى ضرورة توسيع دائرة التوافقات لضمان تأمين العملية السياسية. أعرب الزادمة عن أمله فيها يلعب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي دورا أكبر في إجراء حوار سياسي موسع للوصول إلى اتفاق سياسي وتوفير الضمانات اللازمة لإنجاح الانتخابات. في ندوة حول استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا التي نظمها مركز سيمبسون وكلية جون هوبكنز، قال السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه من الصعب إقناع السياسيين الليبيين بالموافقة على الانتخابات بسبب المستوى الكبير من عدم الثقة بينهم. نورلاند شدد على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات السياسية الليبية ونوه إلى أن الانتخابات هي الحل ولا يكفي أن يتم تحديد تاريخ لذلك كما تم في 2021، معتبرا أن عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 واستعانته بمرتزقة فاغنر عطلت التوصل إلى اتفاق سياسي لعامين على الأقل. وفي معرض حديثه عن الانتخابات لفت المبعوث الأمريكي إلى أن هناك تحديات كثيرة، منها عدم وجود حكومة موثوقة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة والكثير من المترشحين الجدليين ومدى قبول الجميع بالنتائج، مؤكدا أن حالة الانقسام يمكن أن تتعمق ما لم يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل مباشر وفق تعبيره. وهنا ذكر نورلاند بالتزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الليبية في مساعدة المبعوث الأممي على اتفاق على خارطة طريق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وقال أن بلاده تحتاج إلى وجود دبلوماسي مستمر في ليبيا بطريقة مدروسة لا تؤدي إلى كارثة جديدة كما حدث في بنغازي في 2012. ونظرا لأهمية ليبيا كموقع استراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شدد المبعوث الأمريكي على الحفاظ على ثروات البلاد، وقال أن هذه الثروات قد تكون عاملا مزعزعا للاستقرار ويجب التركيز على الخروج بآلية لإدارة عائدات النفط وتوزيعها على الأقل مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة موحدة. هذه النقطة يبدو أنها لم ترق للحكومة المكلفة من مجلس النواب، حيث سارع رئيس الحكومة أسامة حماد إلى القول إن تصريحات نورلاند تعتبر تدخلا سافرا في شؤون ليبيا، وأشار إلى أن تلويحهم بإيقاف تدفق إيرادات النفط القصد منه الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين على حد وصفه.
حماد طلب المبعوث الأمريكي بعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي وعدم التصريح دون معرفة لحقيقة الأمور، داعيا مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها. عبر الهاتف معنا من واشنطن عضو معهد السياسات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية سيد حافظ الغويل. أهلا بك معنا سيد الغويل. انطلاقا من الموقف الأمريكي الرافض لأي خطوة بموجبها يتم إغلاق النفط، هل بمقدور الجهات التي تهدد بهذه الخطوة أن تقدم عليها في ظل هذا الموقف الأمريكي؟ والله يعني أثبتت الأيام أن هذه الأشكال في ليبيا تفعل ما تريد، لأنهم يعرفوا أن الولايات المتحدة لن ترد بأي قوة على مواضيع. الولايات المتحدة ما زالت تحاول تدعم الأطراف وتحاول أن تقنعهم بفائدة وأن تتقدم الأمور والحلول السياسية للأمان، ولكن هم ما زالوا يستغلوا بأن الولايات المتحدة يعني ليس لها أي نوايا أن تفعل أكثر من أنها تحاول سياسيا ودبلوماسيا. أنا أعتقد أن يدفع، وأنا قلت هذا الكلام لنور أكثر من مرة وأعدته أمس، أن لو الولايات المتحدة لا تعاقب هذه الشخصيات الكرتونية في ليبيا فلن تتغير أي شيء، يعني لن يتغير أي شيء. طالما الأمر لا يتم بشكل عملي حقيقي حتى يمنع أو تمنع واشنطن من يحاولون الأقدام على مثل هكذا خطوات، لكن في مقابل ذلك تملك واشنطن بالفعل التصور الذي يمكن من خلاله أن تتم عملية إعادة توزيع عائدات النفط دون أن يتم إيقاف الإنتاج والتصدير كما يهدد هؤلاء؟ هذا ما يا أخي يهدوا من زمان بموضوع توزيع الثروة. الجميع يعرف أن هذا الكلام غير عقلاني، أن الأموال البنك المركزي يبعث بالأموال إلى المنطقة الشرقية، بل أن البنك المركزي يعني خلي جماعة برجع يسمعوا الكلام هذا بوضوح، البنك المركزي قاعد يدفع بحوالي 300 مليون دينار ليبي شهريا لحفتر مباشرة غير الحكومة في المنطقة الشرقية، وأن حفتر هو الذي يصرف في هذه الأموال بمعرفته هو وعائلته بدون أي رقابة من أي حد ولا حتى من البنك المركزي. هذا كان الاتفاق على موضوع أن النفط لا يقطع في السابق، وهذا مستمر لي على الأقل سنتين أو ثلاث شهريا 300 مليون. فيعني موضوع هذا التوزيع العادل أعتقد أن التوزيع موجود، أعتقد أن أي إنسان يقرأ أي من الأرقام بالحقيقة بدون تعبلات وفكرة المؤامرة يعرف أن هناك توزيع حقيقي بين الأطراف، بس الحكومة هذه الموازية تريد أنها هي التي تسيطر على هذه الأموال، ألا تذهب هذه الأموال في رواتب أو لكن مباشرة. الإشكال سيد الغويل، الإشكال لا يبدو في الرواتب، مكمن الخلل في نظر هؤلاء أن الأمر متعلق بالتنمية المكانية، يقولون بأن حكومة الوحدة الوطنية ومن معها من مصرف مركزي يصرفون على الأموال في المناطق التي خاضعة لسيطرة حكومة الوحدة وتتم هناك تنمية مكانية، بينما في المناطق والمدن الأخرى لا يرون ذلك، وبالتالي يعتقدون أن من حقهم أن هذه الثروة يجب أن تتم بشكل عادل. كيف ترى هذا الأمر؟ هل هو صائب بالنسبة لك؟ لا طبعا لا، ما هي المشكلة أنك أنت لما أي إنسان عاقل يريد أن يقرأ بالأرقام ويقرر على أساس الواقع يمشي للبنك المركزي ويشوف كيف تتم التوزيع ويشوف من وزارة الخزانة في طرابلس، يعني لكن الانطباعات هذه تحتاج لها ناس عقلاء يعرفوا أن كيف يصلوا إلى الناس ويقنعوهم بهذه الأمور، لأنك أنت يعني كيف أنت حتثبت هذه؟ حتى منطقيا لا يعقل أنك أنت تثبت على شيء مش موجود أصلا، يعني كيف حتثبته إلا أن تقول هذا هو الحق الواقع كيف ما صاير.
أكثر من هيك لا أعتقد، ولكن الموضوع كله على بعضه من زمان هو موضوع سيطرة مش أكثر ولا أقل. نعم. ويعرفوا أنهم كل شوية يهدوا بالنفط العالم كله، والحكومات والأشخاص كلهم يحاولوا يرضوهم. لو أنا مكان الحكومة الليبية أو مكان المجتمع الدولي نقول لهم طز يلا ورونا كيف تقدروا توقفوا. شكرا جزيلا لك عضو معهد السياسات بجامعة جونز هوبكنز السيد حافظ الغويل، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. دعا عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبو فايد حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي لمطالبة روسيا رسميا بإلزام مجموعة المرتزقة بالمغادرة أو رفع الغطاء السياسي عنها بعد تصريحات موسكو بأن مصير فاغنر متروك في الخارج لمواقف حكومات تلك الدول منها. وأضاف أبو فايد في منشور على حسابه الرسمي أنه في حالة رفضت فاغنر الانسحاب فإن السلطات ستطلب من دول الناتو وفي مقدمتها بريطانيا وتركيا إخراجهم بالقوة، مشيرا لاحتمال وارد بعمل لجنة الخمسة زائد خمسة على إخراجهم خلال 3 أشهر قبل الانتخابات. أفاد مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح السعدي بأن معدلات المياه ستعود إلى مستواها الطبيعي لأجل أقصاه صباح الأحد. وأضاف السعدي في مداخلة مع ليبيا الأحرار أن منظومة النهر أعادت تشغيل 120 بئرا من إجمالي 265 ستعود كلها للعمل مساء السبت. وذكر مدير المكتب الإعلامي تأثر عمل المنظومة الاعتمادية على شركة الكهرباء نسبة لانقطاع التيار الكهربائي منتصف ليل الجمعة خاصة في المسار الشرقي ومدن مصرات وزليت والخمس إلى سيد السايح، إضافة إلى المسار الأوسط وبني وليد وترهونة وباطن الجبل إلى طرابلس. أكدت الشركة العامة للكهرباء إصلاح العطل الفني الذي حدث في أحد خطوط نقل الطاقة المغذية لمنظومة آبار النهر الصناعي في الحقل الشرقي. وطمأنت الشركة في بيان لها أن التيار الكهربائي عاد لوضعه الطبيعي في منظومة النهر الصناعي قبل أن تتأثر إمدادات المياه بهذا الانقطاع الناجم عن الخلل الفني. فجأة ودون سابق إنذار خرجت آبار ومحطات ضخ بالحقل الشرقي في منظومة نهر الصناعي الحساونة سهل الجفارة عن الخدمة، وذلك نتيجة انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي. وفور وقوع العطل الفني باشرت الفرق الفنية للشركة العامة للكهرباء وجهاز النهر إصلاح العطل الفني الذي حدث في أحد خطوط نقل الطاقة المغذية لمنظومة الآبار لتعود الآبار ومحطات الضخ للخدمة بعد ساعات وقبل أن تتأثر إمدادات المياه بهذا الانقطاع. أوضاع الشبكة الكهربائية في البلاد تشهد منذ نحو عام حالة من الاستقرار وتوقف برنامج طرح الأحمال نتيجة دخول وحدات توليد جديدة وإصلاح بعض المحطات وإجراء تجارب تشغيلية لعدد من الوحدات والمحطات تمهيدا لدخولها للشبكة العامة للكهرباء، الأمر الذي أوجد حالة من الارتياح لدى عموم المواطنين بعد سنوات أرهقت كاهل الجميع. المتحدث باسم شركة الكهرباء ويام التايب أكد أن استقرار الشبكة الكهربائية واستمرار الإنارة المنتشرة في الطرقات العامة والميادين هو نتاج جهود كبيرة تبذل على مدار الساعة من قبل مجلس الإدارة والفرق الفنية لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين والرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها والتخفيف من حدة الأزمة التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات. القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية تضاعفت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وذلك نتيجة أعمال الصيانة والتطوير التي تجريها الشركة لمحطات التوليد واستكمال المشاريع المتوقفة، حيث أرجت الشركة المحافظة على مستوى الإنتاج والتطوير غير المسبوق منذ سنوات عدة لحالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد، والذي ساهم في استئناف العمل وعودة الشركات الأجنبية. قال نائب رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة صبري البعيشي للأحرار السبت إن عدد الوفيات في صفوف الحجاج الليبيين بلغ 9 حالات. قالت الهيئة في بيان لها إن يوم الجمعة وحده شهد وفاة 5 حجاج
بمشافي منى والملك عبد العزيز بمكة المكرمة، وهم الهادي سالم حسين وصالح مفتاح يونس وأحمد عمر زايد ومحمد المحجوب أبو زجية ومبروكة مفتاح بوشعالة، معربة عن تعازيها لأهالي المتوفين وفق البيان. هذا وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة صبري البعيشي أن أولى رحلات عودة الحجيج إلى البلاد ستبدأ في 8 يوليو الجاري. وأوضح البعيشي الأحرار أن الحجيج سيغادرون من مطار محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة بمعدل 3 رحلات يوميا إلى مطارات معتيقة بنغازي مصراتة، مشيرا إلى أن الحجاج الليبيين أنهوا رمي الجمرات وعادوا إلى أماكن إيوائهم في مكة المكرمة. أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الأربعاء القادم موعدا لترحيل الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة. وجاء عن الهيئة أن أولى الرحلات إلى ليبيا ستكون في 20 ذي الحجة الموافق 8 يوليو الجاري، كما نشرت فيديو يظهر بدء الحجاج الليبيين العودة من منى إلى الفنادق بعد رميهم الجمرات. جئت الحمد لله وديت المناسك بهذه المناسبة، وان شاء الله كل الليبيين واللي كلهم يجوا لمكه ويحجوا زينا. الحمد لله نحمد الله ونشكر على النعمه اللي انعم علي بها اني زرت الاماكن المقدسه ووديت فرنسا. والله مبسوط، يلا ما توصفش الفرحه، فرحه كبيره ان شاء الله زياره المدينه، زياره قبر الرسول. إذا معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة حاتم حارب عضو اللجنة الإعلامية ببعثة الحج الليبية. أهلا وسهلا بك سيد حاتم. إذا البداية من الوفيات 9، سيد حاتم، إلى ما تعود أسباب وفاتهم وفق متابعتكم؟ هل هي متعلقة ربما بأسباب صحية أم بالاكتظاظ؟ ما أبرز الأسباب وراء هذه الوفيات؟ نعم أهلا بكم. قبل الحديث عن هذا الموضوع يعني أبشركم وأبشر المتابعين وأبشر الحجاج الليبيين لأنه قبل ساعة من الآن تم العثور على الحاج علي هواد وهو أحد المفقودين من بعثة الحج الليبية، وتم فقط الاتصال به قبل التصعيد، يوم التصعيد إلى منى أو يوم التنفير إلى منى قبل قليل وصل، وكان في استقباله طبعا أهله ورفاقه من منطقته ومنطقة براك الشاطي. وصل في صحة جيدة ولله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نزف هذه البشرى أن نسمع أخبار طيبة عن أمنا الحاجة برنية اللي ما زالت الجهود تتوالى وتتواصل للوصول إلى أي معلومة قد تقودنا إليها. هذه خصوص الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، ونحن نستمطر شآبيب الرحمة عليهم بأن يغفر لهم، ولعل ذلك من حسن الخاتمة كما نقول في كل مرة. ليست هناك يعني أسباب في شهادة الوفاة قد يعني تكون مسبباتها مثلا الاكتظاظ أو ضربة الشمس أو كل الحالات كانت يعني من كبار السن والذين لديهم أمراض يعني سابقة. أنا لا أعتقد يعني بأن ما دام يعني ما فيش شيء يعني واضح في شهادة الوفاة، لا أعتقد بأن البحث في أسباب الوفاة قد يكون شيء يعني خبر أو خبر صحفي أو أي شيء أو حدث أو نحن ما نستطيع فعله. طيب. الآن هو الدعاء لهم بالرحمة. نعم 9 حالات وفاة هؤلاء الذين استطاعهم الله سبحانه. طيب هذا بالنسبة لحالات الوفاة سيد محارب، ماذا ربما عن حالات الفقدان؟ هل هناك حالات جديدة جرى ربما فقدها؟ هي الحالة التي تحدثنا عنها قبل قليل هو الحاج الدكتور علي عواد، هي الحالة الوحيدة. بقية الحالات طبعا يعني حدثت بعض الحالات في عند التنفيذ إلى منى، كانت هناك أكثر من حالة في حقيقة الأمر، ولكن تم العثور عليهم مباشرة، يعني في اللي عثر عليهم مباشرة، في اللي بعد ساعتين، في اللي بعد 3 ساعات، ولكن في نهاية المطاف تم العثور عليهم جميعا. طبعا حتى نضع يعني السادة المشاهدين في الصورة، المشكلة التي واجهت جميع حجاج العالم ولا نقول حجاج ليبيا فقط هو وقوف الباصات في أماكن بعيدة
عن جسر الجمرات، وهذا ما لم تستطع أي بعثة من بعثات الدول التدخل فيه. هذا أمر يعني قررته المملكة بأن يقف الباص بعيدا، وهنا يحدث طبعا مع كثرة الزحمة مع الأعداد الكبيرة التي تتجاوز المليون و600 ألف تقريبا، مليون و870 ألف هذا العام مع حجاج الداخل، مع الاكتظاظ المبالغ فيه في حقيقة الأمر، يتم يعني فصل الاتصال، يتفرق بعض المرافقين عن ذويهم، ولكن كل الحالات التي حدثت كانت في محيط ميناء، وهذا كان يعني سهل على البعثة العثور عليهم، لما لم يتباعدوا يعني كثيرا. ولكن ليست هناك حالات غير الحاجة بظنية، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن نحن نسمع. نعم، وبما أنك تحدثت عنها سيد حاتم، الحاجة بظنية، ما هي آخر المعلومات التي لديكم بخصوص هذا الموضوع؟ حقيقة ليست هناك أي يعني أخبار، ليست هناك أي معلومات، لا نستطيع يعني نحن في كل مرة عفوا نتفائل يعني بأن هي على قيد الحياة، يعني لم تبلغنا أي مستشفى عن حاجات عن وصول جثامين لها، لم أي مراكز للإيواء لم يعني تبلغنا بأن موجود عندها مثلا حاجة قد تكون من البعثة الليبية. أملنا الوحيد بأن هي تكون موجودة ضمن البعثات، أملنا الوحيد بأن هي تكون قد مثلا استضافتها إحدى العائلات، ممكن ابتعدت عن الحرم استضافتها إحدى العائلات المقيمة في مكة، ولكن نستبعد تماما يعني حدوث أمر خطير لها مثلا مثل الموت. نعم، نتمنى لها السلامة، هي موجودة في مستشفى. يا رب يا رب يا الله. طيب يا رب. بخصوص ربما مقارنة بين الحج هذا العام والحج ربما في العام السابق، عدا ما ذكرته عن ربما الظرف الذي وضعته أو حددته المملكة، ما المختلف بين العام الفارط وهذا العام؟ نحن نتحدث عن فارق كبير جدا، نتحدث عن مليون حاج العام الماضي، ونتحدث عن قرابة مليوني حاج هذا العام، نتحدث عن 3600 حاج العام الماضي، ونتحدث بالنسبة للبعثة الليبية، ونتحدث في هذا العام عن 7800، وقد يصلون إلى المتخلفين إلى أكثر من 9000 حاج. بطبيعة الحال هذا العدد الكبير يعني، وخاصة خاصة خاصة الأعداد التي وصلت وليست مسجلة ضمن بعثة الحج الليبية، وهؤلاء المسجلون بشكل رسمي عند هيئة العمرة بالواصل عددهم 1600، وهم متخلفون موجودون من شهر رمضان، وكانت حقيقة أنهم دخلوا إلى الليبيين مع أقاربهم، كانت هناك يعني كانوا احد اسباب الزحمه الكبيره التي حصلت في 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 ميناء. الى ذلك نحن نوهنا في اكثر من مره بان ميناء مساحه محدوده جدا يا اختي الفاضله. ميناء لو تحدثنا عنها جغرافيا هي 7 كيلومتر، لو طولنا منها الجبال حتكون 4 كيلومتر، لو ايضا فرغنا منها المرافق التابعه للمملكه السعوديه فنحن نتحدث عن اقل من 2 كيلومتر مربع. اقل من 2 كيلومتر مربع هذه هي مساحه ميناء التي ينزل فيها اكثر من 2 مليون حاج. بطبيعه الحال حتى لو كان العدد صغير، حتى لو كان 1000 حاج حيكون المكان يعني مزدحم. نحن نوهنا وحدثنا واخبرنا الحجاج ذلك اكثر من مره، لكن مع ذلك وصلت مع ذلك الفكره ذلك يعني الملاحظه اخي. تفضل. تفضلي. نعم تفضل. نعم انا انهيت ما عندي يعني. شكرا جزيلا لك، ووقت هذه المداخله ايضا انتهى. حاتم محارب، عضو اللجنه الاعلاميه ببعثه الحج الليبيه، كنت معنا عبر الهاتف من مكه المكرمه. أكد المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين زيادة تدفقات المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى إيطاليا، وسط تقارير عن ظروف استقبال شبيهة بالسجون. وأفاد المجلس في تقرير له بفقدان 40 مهاجرا على الأقل في البحر المتوسط بعد تحطم قاربهم، مشيرا إلى اعتراض أكثر من 400 شخص وإعادتهم إلى ليبيا في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي. قال المجلس أن الوكالة الحدودية فرونتكس دفعت إلى القيام بمهام بحث وإنقاذ وعملية عودة غير قانونية من قبل حرس السواحل الليبي من المياه الدولية بعد تشارك معلومات مع السلطات الليبية. في سياق متصل، قالت وكالة فرانس بريس أن ناجين من حادثة غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية الذي أبحر قبل أسبوعين من طبرق، اتهموا حرس السواحل اليوناني بعدم إنقاذهم. ونقلت الوكالة الفرنسية عن عدد من المهاجرين الناجين قوله إن حرس السواحل اليوناني
ربط قاربهم بحبل وانطلق مسرعا في خط متعرج أثار أمواجا كبيرة أدت إلى انقلاب القارب. وأضاف المهاجرون أن ما حصل لهم لم يكن حادثا بل تصرفا مقصودا من حرس السواحل اليوناني الذي انتظر 10 دقائق تقريبا بعد غرق القارب قبل أن يرسل زورقين للمساعدة بحسب الوكالة. محليا أعلنت مديرية أمن صبرات أن دورياتها الأمنية داهمت أحد أوكار عصابات تهريب البشر أثناء محاولتهم إخراج مركب خشبي معد للتهريب على الشاطئ الشرقي للمدينة. وأكدت المديرية عبر صفحتها الرسمية ضبط القارب الخشبي والمركبة الآلية وأحد أفراد العصابة، مشيرة إلى أنها أبلغت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بالبحث والتحري عن باقي المتهمين الفارين لإصدار أوامر قبض بحقهم. عبر الهاتف معنا ناشط في ملف الهجرة غير النظامية سيد طارق لملوم. أهلا بك معنا سيد لملوم. أي تأثير يمكن أن يخلف حديث المهاجرين على اليونان من حيث ضلوعها في إغراق قاربهم وأيضا التأخر في عملية الإنقاذ؟ مرحبا أخي نبيل. نعتقد أن لو كنا نتحدث على تأثير قريب فهو غير متوقع هناك. لليونان هناك دعم كبير جدا من الاتحاد الأوروبي، تعلم محاولة تمكينها من التنصل من قضية تورطها أو على الأقل اتهامها في قضية أهمال أو تعمد إنقاذ المهاجرين. خفر السواحل اليوناني سيء السمعة، لديه صوابق كثيرة في قضية إغراق مهاجرين، في قضية أهمال إنقاذهم، وأيضا سوء استقبال داخل اليونان نفسها. نعتقد أن لو كان هناك تأثير سيكون عبر إدانات قضائية ولو كانت مستقلة. هناك جموع كثيرة حقوقية ومنظمات تعمل الآن على رصد الشهادات سواء كان من الناجين وعائلاتهم. نعتقد لربما هذا سيكون له تأثير في المحاكم قريبا ضد اليونان. أما على صعيد سياستها كدولة فلا نعتقد أنه سيكون له تأثير قوي. طالما أنه هذا التحرك لن يكون على المدى القريب على الأقل ولن يكون فعال، لكن وفق سياسة المنع المتبعة من قبل كثير من السلطات الأوروبية في مجابهة تدفق المهاجرين إليها، إلى أي حد قد تعيد أوروبا بالفعل حساباتها بالفعل حول هذه المقاربة؟ سؤال مهم. أوروبا الإشكال الحاصل أن أوروبا نفسها قبل أن تفكر في أن تعيد حساباتها عليها أن تعيد تفكر في المشاكل الداخلية الحاصلة بها. ما يحصل الآن داخل أوروبا هو هناك خصام بين الدول الأوروبية بطريقة غير أخلاقية في ملف الهجرة على الرغم من احتياج أوروبا للمهاجرين. على سبيل المثال أخي نبيل، المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الـ ICNBD تحدث على 4 مليون لاجئ أوكراني وصل إلى الاتحاد الأوروبي في عام 22 أواخر عام. 4 مليون كانت هناك التجهيزات الكاملة استقبال، لا يوجد أي استياء أوروبي من دخول 4 مليون وممكن، والحرب مستمرة والعدد متزايد. يبدو أن اللون كان له فارق كبير جدا في استيعاب هذه المسألة. أيضا البرلمان الألماني من أيام تحدث في 24 يونيو تحدث على أن هو بحاجة إلى عمال، وأن هناك وتم إصدار قانون هذا القانون يسمح باستخدام المهاجرين وأيضا حتى طالبين اللجوء، أشخاص موجودين داخل ألمانيا ولا يوجد لديهم وضع قانوني جيد يمكن، وخصوصا أصحاب المهن يمكن أن يعملوا. تحدثت ألمانيا وغرفة التجارة على 2 مليون وظيفة شاغرة. نعتقد أن أوروبا بحاجة إلى أعداد من المهاجرين تدخل ويمكنها أن تستوعب، ولكن يبدو أن هذا الملف يستغل مثل ما يستغل لدينا نحن في دول شمال أفريقيا وغيرها بهذه الطريقة اللي تراها. نعتقد أن أوروبا لا يوجد لديها حسابات حتى تعيدها، بل هي تحاول أن تقوم بتصفية حسابات فيما بينها بطريقة ناعمة جدا لكن ما الذي يجعل سيد لملوم السلطات الليبية تتشارك مع أوروبا في هذا النهج رغم حتى عدم الرضا من قبل كثير من المنظمات أو حتى السلطات الأوروبية المختلفة في النظرة بأنه مراكز الإيواء في ليبيا ينظر إليها على أنها سجون يحدث بها انتهاكات مختلفة، ومع ذلك يقبلون بأن يعاد هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا ويتم إنقاذهم أو منعهم دعنا نقول من قبل خفر السواحل؟ صحيح. لو تحدثنا على السلطات الليبية والحكومات الليبية المتعاقبة، نعتقد أن الأمر هو موجود من 50 سنة. هي نفس الطريقة التقليدية اللي تتعامل بها ليبيا مع ملف الهجرة ومع الضفة الثانية اللي هي
أوروبا بقيادة إيطاليا، إيطاليا تأتي بمطلب واحد وهذا دائما تكرر، منع وصول المهاجرين مع بعض الوعود في فتاتي بعض المساعدات منها تقديم صيانة، تقديم زوارق اللي نراه اليوم وتنقلوا حضراتكم في هذه القناة. أوروبا تعلم جيدا الوضع، أن ليبيا بلد غير آمن، ليبيا وموانئ ليبيا غير آمنة وهي تصرع، وهنا التناقض الكبير اللي يحصل، يعني ليبيا غير آمنة ولكن في نفس الوقت يتم تزويد هؤلاء الأشخاص والحكومات الموجودة في ليبيا بزوارق حتى يقوموا بإرجاع هؤلاء الناس إلى هذا البلد مع الأسف. هذا هو التناقض الناشط في ملف الهجرة غير النظامية السيد طارق لملوم، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طالبت دار الإفتاء الليبية الحكومة الإسلامية باتخاذ مواقف حازمة ضد السويد انتصارا للقرآن الكريم، وذلك عقب قيام متطرف ملحد بإحراق المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بستوكهولم. وأكدت دار الإفتاء في بيان لها أن هذه التصرفات لا تدين أصحابها فقط بل تدين الحكومة السويدية، داعية للمسلمين في أنحاء الأرض حكومات وشعوب إلى الخروج في مظاهرات عارمة ومقاطعة المنتجات السويدية باعتبارها سلاحا فاعلا في العصر الحالي. وطالب البيان وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية بتفعيل هذه المقاطعة وعدم الاكتفاء بما يصدر عن الحكومات من بيانات منددة. إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف بعد صلاة عيد الأضحى أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد. وأبدت الوزارة في بيان لها استغرابها من استمرار صمت السلطات السويدية تجاه ما وصفتها بالاستفزازات المتكررة، مطالبة إياها باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبيها، وإلا ستعتبر الإساءة لمقدسات المسلمين سلوكا ضمن حرية التعبير. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن السماح بالقيام بهذه الأفعال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، مضيفة أن غض الطرف عنها يعني التواطؤ مع فاعليها. من جهتها استنكرت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف في دولة السويد، وصفة الفعل بالهمجي والمستفز لمشاعر المسلمين. وطلبت الجمعية في بيان لها جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية والمساجد بكافة أنحاء العالم لمواجهة هذه التصرفات عبر استصدار قانون يجرم الاستهزاء والاستهانة بالأديان، وذلك بالتنسيق مع سلطات البلدان الأوروبية التي تتكرر بها مثل هذه الأفعال. هذا وطالب حزب العدالة والبناء حكومة الوحدة الوطنية بالتواصل مع السفارة السويدية لدى ليبيا لتسليمها رسالة احتجاج تندد بحادثة حرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف. الحزب عبر عن إدانته واستنكاره مشيرا إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، معتبرا إياها خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين في ظل تجاهل السلطات السويدية لكل المناشدات العالمية عبر الحكومات والمناشدات الشعبية التي تطالب بإيقاف حالة الاستفزاز وضرورة احترام مشاعر المسلمين في كل مكان. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا الاقتصادية مع زميل حمزة قديش. إليك حمزة. شكرا لكم. حذر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون من التداعيات السلبية لإغلاق الموانئ والحقول النفطية، مشيرا إلى أنها لن تكون هينة على الانتاج النفطي في البلاد وأن المتضرر الأول منها هو المواطن. وأضاف عون في تصريحات للشرق الأوسط أن انتاج النفط في ليبيا يلامس حاليا 1,200,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى انتاج 2,700,000,000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، يصدر منها 300,000,000 قدم مكعب يوميا. بعد بلوغ مستوى إنتاج النفط في البلاد نهاية الأسبوع الماضي 1,200,000 برميل يوميا
في ظل مساعي جهود المؤسسة الوطنية للنفط وخططها لرفع الانتاج إلى 2 مليون برميل خلال الفترة المقبلة. برز على السطح الحديث عن عملية إنتاج النفط واحتمالية تأثرها بسبب المماحكات السياسية الجارية. وبناء على هذا الواقع فقد بنيت مخاوف أمريكية من شلل قد يصيب مفاصل أهم صناعة في البلاد والتي تعتمد عليها عملية سداد مستحقات ما يقارب 98% من موظفي الدولة. ذلك ما دعت إليه الولايات المتحدة عبر مبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي شدد على الابتعاد عن استخدام ورقة النفط وما تشكله من آثار مدمرة على الاقتصاد المحلي للبلاد، داعيا إلى معالجة الإشكاليات حول توزيع الإيرادات وفق أطر الشفافية وعدم المساس بالمؤسسة الوطنية للنفط. وبالحديث عن العوائد المالية من عملية إنتاج النفط تشير بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة المسجلة حتى شهر مايو الماضي إلى بلوغ إجمالي الموارد المالية المحققة 48.6 مليار دينار، منها أكثر من 46 مليار دينار كعوائد نفطية فقط. اختتم مركز تنمية الصادرات الليبي مشاركته الأولى في فعاليات الدورة 20 من معرض كوريا الجنوبية للواردات بمشاركة أكثر من 200 شركة تمثل 34 دولة منها 3 دول عربية وهي تونس ومصر والمملكة الأردنية إضافة إلى ليبيا. وشهد المعرض لقاءات بين الجانب الليبي والكوري حيث أكد رئيس جمعية الموردين الكوريين كيم كوان تطلعه لعقد شراكة حقيقية تدفع بالمنتجات الليبية لدخول السوق الكورية في المستقبل القريب، في حين أكد المدير العام لمركز تنمية الصادرات الليبي محمد الديب استعداد الشركات الليبية لدخول السوق الكورية، مؤكدا توجه الطرفين إلى توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل دخول المنتجات الليبية للسوق الكوري. شارك نائب رئيس حكومة الوحدة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني في الاجتماع التشاوري للاتحادين الأفريقي والأوروبي 43، وذلك على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما. القطراني الذي عقد سلسلة من اللقاءات الوزارية في إطار التعاون في المجالات الزراعية المختلفة طالب الوزراء المشاركين بدعم توجه ليبيا بإعادة حقها بالتصويت داخل المنظمة بحسب ما ذكرته منصة حكومتنا. كشفت شركة البريغ لتسويق النفط والغاز عن كميات البنزين التي تم توزيعها على محطات المنطقة الغربية مؤكدة تجاوز الكميات ب6 ملايين لتر من الوقود. الشركة أوضحت عبر موقعها الرسمي لأنها قامت من خلال مستودع طرابلس النفطي بتوزيع كميات من وقود الديزل تجاوزت 420 ألف لتر. أما بالمنطقة الشرقية والوسطى فقد أوضحت شركة البريغ لتسويق النفط والغاز أنها قامت من خلال مستودع راس المنقار ببنغازي بتوزيع أكثر من 4 ملايين لتر من البنزين على عدد من محطات التوزيع بمدن المنطقة الشرقية. هذا وأشارت الشركة إلى أن شحنات وقود الديزل الموزعة على المحطات تجاوزت 1,100,000 لتر، لافتة إلى أن إمداداتها تمت لصالح شركات كل من ليبيا النفط والشرارة والراحلة وزبائن آخرين. أعلن فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء طرابلس البحري وصول السفينة غاز يونايتد محملة بنحو 5,000 طن من الغاز المسال ضمن سفن السلع والبضائع التي وصلت إلى ميناء طرابلس البحري اليوم السبت. وأوضحت إدارة ميناء طرابلس وصول الناقلة النفطية أنوار إفريقيا محملة ب 25,000 طن من البنزين بالإضافة لوصول كميات من السكر المكيس بلغت 6,250 طن، متوقعة وصول سفينة محملة ب 152 حاوية تحوي سلعا وبضائع مختلفة. تم جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين نبيل ومروة. شكرا لك حمزة. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وحددت الوزارة يوم 9 يوليو موعدا لانطلاق الامتحانات، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي لمنح فرصة للطلاب لقضاء إجازة العيد والمراجعة والاستعداد لأداء امتحاناتهم. دعت السفارة الليبية في باريس والقنصلية العامة بمرسيليا المواطنين الليبيين إلى الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات اتباع تعليمات السلطات الفرنسية
بهذا الخصوص. وطالبت السفارة في بيان أنها المواطنين بضرورة توخي الحذر في حركتهم وسفرهم نظرا لما يشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات وحظر التجول المعلن في عدة مناطق. واندلعت الاحتجاجات في فرنسا الأيام الماضية بعد انتشار مقطع فيديو يظهر رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة ويطلقان الرصاص على شاب بعدما حاول الانطلاق بها. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا الرياضية. الزميل مازن رجوب إليك. شكرا لكما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ فقرتنا الرياضية من المباراة التي تجرى الآن في مرحلة سداسية تتويج وهي آخر مباريات هذه الجولة، إذ أن فريق الاتحاد متأخر بهدف دون مقابل أمام فريق الهلال. فريق الهلال تقدم في النتيجة بعد مرور حوالي 15 دقيقة على انطلاق المباراة أو في الدقيقة 24. ويشار مشاهدينا الكرام إلى أن شوط المباراة الأول يقترب من نهايته وفريق الاتحاد متأخر في النتيجة حتى الآن، ما يعني قرب فريق الهلال لحصوله على أول 3 نقاط في أول مشاركة له في سداسية التتويج. هذا وانفرد الأهلي طرابلس بصدارة مرحلة التتويج بفوزه على الأهلي بنغازي بثنائية نظيفة. الأهلي طرابلس سجل هدفه الأول عبر الكاميروني إيباكا في الدقيقة 74، فيما تكفل نور الدين الجليب بالهدف الثاني قبل 4 دقائق على نهاية المباراة، ليصل الأهلي طرابلس للنقطة 6 بالعلامة الكاملة من مبارتين في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي بنغازي عند 3 نقاط من مواجهتين. وقبل ذلك استعاد النصر توازنه بالفوز على أبو سليم بهدفين دون رد محققا فوزه الأول في مرحلة التتويج. فبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتح النصر التسجيل عبر أحمد مكاري في الدقيقة 54. اللاعب ذاته عاد لتأمين فوز فريقه بالهدف الثاني في آخر أنفاس اللقاء، ليحقق النصر أول 3 نقاط له في مرحلة التتويج ويتجمد رصيد أبو سليم عند نقطة واحدة. تنطلق منافسات ذهاب مرحلة رباعية التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة في 7 يوليو القادم بمواجهتي ديربي طرابلس وبنغازي على الترتيب. عشاق الكرة البرتقالية على موعد مع مباراتين واعدتين بين الأهلي طرابلس والاتحاد ومواجهة الأهلي بنغازي والنصر في اللقاء الثاني في المنافسة المتوقعة أن تشهد منافسة قوية بين الفرق الأربعة نظرا لتقارب مستوى لاعبيها والتنافس الكبير الذي أظهره كل فريق في المراحل السابقة. يستعد الاتحاد الليبي للكاراتيه لتنظيم بطولة الأندية الليبية في مدينة بنغازي وذلك في 8 من الشهر الجاري. البطولة تستمر ل3 أيام بمشاركة واسعة تصل لحوالي 1000 رياضي يمثلون 100 ناديا على مستوى ليبيا. وتأتي البطولة ضمن خطط اتحاد اللعبة لاختيار عناصر المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة شمال إفريقيا والمقررة بالعاصمة طرابلس الأسبوع المقبل. أخيرا، يستعد المنتخب الوطني للملاكمة للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تنطلق بالجزائر في 5 من الشهر الجاري. المنتخب يشارك ب3 ملاكمين وهم عبد الباسط بالخير ومحمد فريضة وعاصم داكو، في حين سيشرف على تدريب الثلاثي المدرب الوطني جمعة الفتني. نهاية جولتنا الرياضية، العودة من جديد إلى نبيل ومروى إليكما. شكرا مازن. شكرا لك مازن.
أقام عدد من أهالي وشباب مدينة الزاوية احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب الأهالي في الحفل الذي نظم بميدان الشهداء الزاوية عن تمنياتهم في أن يكون العيد فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام في عموم البلاد. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله العقبة الدائر، وكل سنة وأنتم طيبين، وعاده الله علينا بالخير والبركة، وإن شاء الله بالأمن والأمان لمدينة الزاوية. وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي لكم. كل عام وجميع أهالي مدينة الزاوية بخير، والأمة العربية والإسلامية وكل الشعب الليبي ينعاد علينا إن شاء الله الصحة واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. واليوم مديرين معايدة بمناسبة العيد الأضحى، وما شاء الله كبار وصغار في الميدان هنا يتشرفوا بزيارتهم، وبارك الله في الجهود القائمة على المناشط اللي داخل بلدية الزاوية. نهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهني الشعب الزاوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ديما المهمية على خير، وكل سنة وأنتم طيبين. هذا رصدت كاميرا الأحرار للمرة الثانية، هذه مرة لك. شكرا. هذا ورصدت كاميرا الأحرار أراء عدد من المواطنين في مدينة سبها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نتابع. خير، ينعاد عليكم بالخير والبركة، إن شاء الله يعني عام سعيد للجميع، وفي نفس الوقت نقول إن شاء الله يرجع يعني ترجع ليبيا زي قبل وزي زمان، الناس تعيش بسلام وأمن، ويعيشوا في يعني تعايش سلمي واستقرار يعني عام على مستوى ليبيا. فنتمنى أن عيد يكون عيد مبارك ونماء ورخاء وبناء المجتمع ما شاء الله، ونحن نحن نحسبها مدينة سبها في تقدم للأحسن. نهنيكم بمناسبة العيد، شهر عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عادوا علينا وعلى كافة الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وإن شاء الله الخير يعم على ليبيا كلها، وإن شاء الله ربك يوحد البلاد، وإن شاء الله تمشي للأمام، وإن شاء الله ربك يفرج على كل مؤمن. وانتم طيبين. بالمناسبة أنا عايد الشعب الليبي كلهم، ونتمنى لهم عيد مبارك والصحة والعافية للجميع إن شاء الله يا رب، وبلادنا تتمتع في هاليومين بالأمن والأمان والحمد لله، وربنا يدوم الحال إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، والشعب الليبي بخير، وإن شاء الله البلاد تهنى وترتاح. إلى ذلك، أعرب عدد من سكان مدينة غات عن أملهم في أن يكون عيد الأضحى المبارك مناسبة لتحقيق المصالحة ولم الشمل. نتابع. مناسبة عيد الأضحى المبارك، نهني الشعب الليبي ونهني أهلنا في غات، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم صحة وعافية إن شاء الله. نهني الشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمع بالخير واليوم والبركات، تفزك تبارك إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نهني الشعب الليبي والأمة الإسلامية، وإن شاء الله يكون عيد مبارك، ويعيد الله علينا بالأمن باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. من داخل فرع جهاز الحرس البري، نتقدم إلى جميع الشعب الليبي بتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقدم تهنئة خاصة إلى جهاز الحرس البري من ضباط وضباط الصف في ربع ليبيا. نهني الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ربي يعيد علينا بالصحة والعافية، وعلى الأمة العربية وعلى الليبيين كافة، وإن شاء الله ربي يلم شملهم إن شاء الله. نهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. نهني العالم الإسلامي والأمة العربية بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. وفي بني وليد، أعرب عدد من المواطنين عن آمالهم في تحقيق الأمن والاستقرار بكافة مناطق البلاد. وأكد المواطنون في استطلاع نجته كاميرا الأحرار بمناسبة عيد الأضحى، أكدوا ضرورة توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام. الأمة الإسلامية والأمة العربية وأهلنا في ليبيا عامة وبني وليد خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعل الله علينا عيدا مباركا بالخير واليمن والبركات، إن شاء الله هذا العيد يا رب العالمين يكون جامع للليبيين، ولم الشمال ووحدة الصف، وانهاء الحروب والانقسام، وتعود ليبيا زي ما كانت ليبيا واحدة واحدة. وطبعا أيضا ندعو بالخير والبركة لكل مدينتنا ولكل أهالينا، وإن شاء الله دائما ملومين على الخير والبركة. وهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك،
عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله عيد سعيد. إن شاء الله نهني الشعب الليبي بحلول العيد المبارك. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. نحب نحيي الشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك، كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة. إن شاء الله تكون بداية الفرحة لأمن واستقرار ليبيا إن شاء الله على خير. كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا باليمن والخير والبركات. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، ونحب نهني ليبيا بمناسبة عيد الأضحى. ورصدت كاميرا الأحرار جانبا من معايدات المواطنين في عدد من مناطق نفوسة. المواطنون عبروا عن آمالهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق المصالحة بين جميع الليبيين. إن شاء الله كل عيد خير من اللي قبلها، وكل سنة خير من اللي قبلها لبلادنا ووطننا بصفة عامة. تهنئة للشعب الليبي بالكافة من شرق الغربة ومن جنوب الشمال، نهنيهم بمناسبة حلول عيد الأضحى، وإن شاء الله يكون خير على الأمة الإسلامية أولا، ثم على الشعب الليبي، وإن شاء الله ربي يلم الشمل، وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن نحن نكونوا على أحسن ما يرام، وإن شاء الله ما فينا مفقود، وإن شاء الله ربي يهني العباد والبلاد. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله الله يلم الشمل الليبيين، والله إن شاء الله كل عيد مبارك عليكم، وإن شاء الله ربي يلم شملكم يا ليبيين. كل عام وانتم بخير في هذه الايامات المباركه بعيد الاضحى المبارك، ونقول كل عام وانتم بخير سواء ببلديه الحرابه وخارج بلديه الحرابه، وكل عام وانتم بخير، وما زال نكررها على امه الاسلام وعلى ليبيا الحبيبه، وان شاء الله من احسن من افضل افضل ان شاء الله يا رب. وفي هذه المناسبه اتقدم بمناسبه عيد الاضحى المبارك، اتقدم بجزيل الشكر والتقدير، ونقول لهم كل سنه للليبيين بصفه عامه وبدون تخصيص، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيدكم مبارك، وان شاء الله من صار لصار، وان شاء الله ليبيا الحبيبه من احسن الى احسن. أعلن مستشفى غات العام إصابة 7 أشخاص بحروق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن معظم المصابين عانوا من حروق سطحية وبسيطة. وأشار المستشفى في بيان له أن 2 من المصابين لديهم حروق من الدرجة الثانية، وأنه تم نقلهم لتلقي العلاج بالعاصمة طرابلس بتعاون مع جهاز الإسعاف الطائر عبر مطار غات. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. نترككم الآن مع حوارية الليلة والزميل محمد زينوبة، دمتم بالخير. إلى اللقاء. المبعوث الأمريكي الخاص يحث الأطراف السياسية الليبية على الابتعاد عن استخدام إقفال النفط كورقة سياسية. فهل ستكون تصريحات نورلاند بمثابة التحذير لحكومة أسامة حماد، والتي أبدت انزعاجها من تصريحات السفير الأمريكي واعتبرتها تدخلا سافرا وانتهاكا للسيادة الليبية؟ نناقش كل ذلك وأكثر بعد فاصل قصير، كونوا معنا.